السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد المناطق الرملية التابعة لإمارة الفجيرة، أنا في منطقة تسمى بمنطقة الحنية، وهي منطقة تتميز بأسبانها الرملية وسلسلة جبالها الخلابة. ويعود سبب تسميتها بالحنية نسبة لانحناء المنطقة، ولكن في قديم الزمان عرفت هذه المنطقة باسم الرملة أو بأرض الميدق، فهذه منطقتنا الرملية. Thank you.